يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من المتصوفة من ينشر بين الناس جواز السجود لغير الله، ويستدل بسجود الملائكة لآدم عليه السلام، ويقول إذا رأينا من يسجد لقبر فإنا لا نكفره حتى نعلم ما في قلبه، فكيف نرد على هذه المزاعم؟ الله جل وعلا أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود تحية، لا سجود عبادة، سجود تحية وإكرام، فسجدوا طاعة لأمر الله. الله نهانا أن نسجد لغيره، فنحن لا نعصي الله ونسجد لغيره، ونستدل بقصة الملائكة مع آدم، لأن الأمر لله، الله أمر الملائكة فأطاعوه، والله نهانا أن نسجد لغيره فنطيعه، فلا نسجد إلا لله جل وعلا. نعم.